وسهلا بيكم في حلقه جديده من الموسم الثاني من برنامجكم المفضل تحدي المختبر، البرنامج اللي كلنا بنتشارك فيه سوا اكتر حاجه بنحبها في حياتنا وهي شغفنا من العلوم. مش بس كده، ده احنا كمان بنختبر تفكيركم المنطقي وتحليلكم لكل كلمه بنقولها وسرعه بديهتكم في سؤال تحدي السرعه عشان نعرف اذا كنتم مركزين في الكلام اللي بنقوله ولا لا. وانتوا كمان بتشاركونا في التحديات دي اذا كانت تجربنا البسيطه اللي معموله من ادوات سهله من البيت او اسئلتنا اللي احنا برضو بتشاركونا في اجاباتها. وزي ما انتم متعودين معايا في كل حلقه بطلين جداد بيتنافسوا مع بعض مين فيهم هيروح للمرحله النهائيه ويتنافس على بطل لقب بطل تحدي المختبر الموسم الثاني. النهارده معايا باسم ورؤى، خلينا نروح نتعرف عليهم. اسمي باسم محمد، عمري 13 سنة، بلعب كرة ومثل، بحب العلوم. اسمي رؤى محمد، عمري 13 سنة، عندي هوايات كتير زي المونتاج، بحب أعمل مونتاج فيديوهات، بحب العلوم جدا. أنا جاهز، أنا اللي هكسب في تحدي المختبر. ازيك يا باسم؟ الحمد لله. متحمس انك معانا النهارده ومبسوط؟ اه. حلو جدا. جاهز؟ جاهز. انت ولا رؤى؟ انا. هنشوف. يا رؤى؟ أوي. عامله ايه؟ الحمد لله. انت جاهز تقولي انا؟ انا على طول متحمسه شكلك. اه. جدا جدا ولا؟ لا جدا جدا. طب متحمسه ولا خايفه اكتر؟ بصراحه. الاثنين. الاثنين ده كده كده احنا بنبقى متحمسين وخايفين. انت ولا باسم؟ ان شاء الله انا. هنشوف. باسم وطه دلوقتي جاهزين لاول تحدي معانا النهارده، تحدي انن. وجهزنا الاول تحدي معانا النهارده، تحدي النانو. تحدي النانو ده حاجه بسيطه جدا بنتعلم فيها نظريه قمه في البساطه وبنطبق عليها. تحدي النانو اللي عندنا النهارده عن قوه اسمها القوه الطارده المركزيه او السنترفيوجال فورس. حد فيكم سمع اللفظ ده قبل كده؟ لا. اعتقد صعبه صح؟ دي بتتاخد بدايه من الثانوي، بس انا خليني افسر لكم الموضوع بشكل بسيط جدا. لو انا معايا كوره ورابطها بحبل ودلوقتي قاعد بلف بسرعه بسرعه بسرعه، الكوره دي بتبقى بعيده عن ايدي ولا بتبقى قريبه من ايدي؟ بتبقى بعيده. بتبقى بعيده. هل انا بزقها ولا بشدها ناحيتي؟ لا. خلاك عشان ده تريكي بقى. بزقها. بتزقيها؟ أيوة. طب انا كده يعتبر بجيبها تاني ناحيتي. شكل الكورة، شكل القوة في اتجاه ولا في حاجة غلط؟ في حاجة في شكل القوة احنا مش عارفينه. بتبقى النهاية شكلها عامل ازاي؟ زي التأثير البداية. دائري، التأثير بتاعها النهائي دائري، ونفس القوة دي هي السبب عندنا أو المعاكس ليها لدوران القمر حوالين الأرض، الأرض حوالين الشمس، كل الحاجات الجميلة البسيطة دي، بس احنا بنستخدمها في حاجة أنتوا مش متخيلينها. حد فيك روح عمل تحليل دم قبل كده؟ لا. شفت عملت تحليل دم قبل كده؟ أيوة. او شفت في الافلام عينه الدم بتتحط جوه جهاز وبيقعد يلف بسرعه 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 بسرعه؟ أيوة. شفت الموضوع ده؟ طب بيستخدموه ليه؟ تعالوا هوريكم حاجه بسيطه جدا. نفترض ان دي حاجه مكبره من شكل عينه الدم بتاعتنا واللي فيها ده الدم، وده موديل بسيط جدا ابسط ما يمكن. هم اللي طالبينه ان الجهاز ده يلف اسرع ما يمكن، تمام؟ فعشان يخلوه يلف اسرع ما يمكن بيدوله قوه، بيبصوا بقى اللي بيحصل في الميه. بص تاثير الميه عندك عامل ازاي. الميه كانت عندنا كلها في اتجاه واحد، دلوقتي بقت موجوده في اتجاهين وموجوده على جدران الازازه اللي عندي، صح؟ ده بسبب ايه بقى؟ تاثير قوه عامل ازاي؟ الشكل الدائري ده بنسميه ايه؟ تاثير انهي قوه؟ الطارده المركزيه. بالظبط كده. فالموضوع بيستخدموه ان هو يقدروا يفصلوا مكونات الدم. تقدروا تقولي مكونات الدم عندي ايه؟ كرات الدم الحمراء. ايوه. كرات الدم البيضاء. ايوه. والبلازما. ايوه. و ايه تاني؟ اها. مش فاكره التاني. الصفائح. الصفائح الدمويه. ايوه بالظبط كده. الموضوع بسيط جدا. فهنا يقدروا يستخدموه برضو في عمليات فصل برضو لو عايزين نفصل شوائب. لو جينا قلبنا الموضوع بدل ما هو ده دم ودي ميه عندي وفيها شوائب كتيره جدا وانا عايز ادخل عمليه من عمليات الفصل، فانا هضيف بس الشوائب دي بايدي وهوريكم ازاي الفصل بيتم. هنضيف براحتنا. ايه
كل ما بزود كمية الترسيب اللي عندي أو الرواسب أو الشوائب اللي عندي والمية قليلة كل ما هنشوف نتيجة حلوة مع بعض. هدينا قلبناهم ببعض كده، عايز أقلبهم كويس. أوكي كده بقوا متقلبين ببعض كويس جدا. بصوا بقى العملية برضو نفس القوة بتاعتي، وهحاول إن أنا ألفها بسرعة 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 بسرعة. ايه اللي هيتوقع هتلاقيه في الاخر؟ الرواسب لوحدها والميه لوحدها. الرواسب لوحدها من اول مره كده، الرواسب لوحدها والميه لوحدها. طب الاثنين منفصلين عن بعض؟ ايوه الاثنين منفصلين عن بعض. ليه؟ لو جيت وقفت شويه هنا كده بص هتلاقي الجزء اللي عندي الثاني، شايفين الجدران عندي عامله ازاي؟ الرواسب كلها موجوده. تفتكري ليه يا رؤى؟ علشان احنا محركناها الحركه الدائريه السريعه دي. ايوه بدا يتفصل الراسب عن الميه. بدا يتفصل ليه؟ علشان الراسب والميه مختلفين في الكثافه عن بعض، فاحنا لو اي حاجه بتبقى عباره عن طبقات فتبتدي الرواسب اللي هي الاكبر من الكثافه اللي هي بتبقى موجوده تحت اللي هتلاقيها ناحيه الجدران وفوقيها السوائل الثانيه او الميه بتاعتها. فطبعا العمليه دي كل ما بتزيد عمليه الدوران او كل ما بتزيد القوه اللي عندنا اللي احنا بنأثر بيها كل ما عمليه الفصل بتكون احسن. بعد الكلام الكثير ده اقدر اقول لكم ان حضراتكم انتوا الاثنين هتكونوا عندكم ميه فيها شوائب وهتحطوا الالوان بتاعتكم وهتكونوا الجهاز اللي عندكم ده السنترفيوج علشان تفصلوا اكبر كميه من الشوائب. عندكم اي اسئله؟ لا. فاهم؟ فاهم؟ متاكد؟ فاهمه؟ عندك اي سؤال؟ لا شكرا. اوكي طبعا في شويه تريكات لازم تبقوا واخدين بالكم منها. طبعا لو احتجتوا مني اي مساعده هقدر ان انا اجيلكم اساعدكم، بس لازم تجهزوا مع كلمه جو. باسم رؤى جاهزين لاول تحدي عندنا النهارده؟ 3 2 1 جو. طبعا اول حاجه هتعملوها ان انتوا اكيد هتضيفوا الميه والشوائب بتاعتها، وانصحكم ان انتوا تضيفوا كميات كبيره من الشوائب كميات قليله من الميه، لان انا هحكم على كميه الشوائب اللي هتقدر تفصلها. فكل ما هتزود من كميه الشوائب وتقلل من كميه الميه هيبقى الموضوع عندك اسهل بكتير جدا جدا جدا. على فكره الميه دي كده عندك كتير قبل ما تضيفي، انا بقول لك من دلوقتي انا شايف ان دي كميه مناسبه. نزلي شويه كمان عشان خاطري. يلا يلا برافو، ابتدي تضيفي الشوائب براحتكم، ضيفي الشوائب براحتكم خالص، الموضوع يعني هيحتاج منكم شويه وقت. ايوه وقعت. ممكن البيكر على طول وقع منك بره عادي جدا مفيش اي مشكله، ضيفي اللي تعرف تضيفيه وانت كمان ضيف اللي عارف تضيفه. ده طبعا قال لك معلقه ولا ايه؟ يلا بايدك عشان ننجز. ممكن من البيكر؟ ايوه. بصي هقول لك انا على حاجه حلوه قوي، بص هاتي كده سيبي المعلقه، سيبي المعلقه جوه، امسكي البيكر هنا كده بايدك من هنا من الناحيه دي كده، امسكي المعلقه بايدك الثانيه واصبها. ايوه بالظبط كده، ايه رايك؟ ايوه صح. تعالى اقول لك ازاي. انت خلاص ضفت كميه شوائب، محتاج اي مساعده؟ تمام، زودي كميه شوائب على قد ما تقدري لان الحكم هيكون في الاخر على كميه الشوائب اللي هتقدر تفصلها. تقدر تلف بايدك، تقدر تلف بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، كله متاح معاك. اهم حاجه تقولي انا خلصت عمليه الفصل ودي اكبر كميه انا هقدر افصلها. الموضوع ما بيجيش من الاول لفه ولا اتنين، الموضوع بياخد وقت كبير جدا، انا هقعد عندي كتير جدا 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 عشان افصل. ولو عايز تزود لون طعام زود، عايز تخلطهم ببعض الاول زي ما انا قلبت اخلط، اخلطيهم ببعض كويس جدا اهم حاجه يا رؤى. زود لون طعام لو انت عايز. انت عملت التقليبه اللي هي عملتها دي؟ بص انا عندي الدنيا عامله ازاي، بص بص شايف الكميات اللي عندي، والله انا جامد جدا. ضيفي لون طعام له حبه عشان نشوف الوان كده والدنيا تبقى لطيفه عندك. وانت كمان ضيف لون طعام له عايز، عندك لون احمر وانت عندك لون ازرق. براحتك خالص. اديني بحاول افصل انا كمان. يا سلام يا سلام عليا. شايف الكميات؟ الله. جامد. كل ما هتلف اكتر كل ما عمليه الفصل هتبقى افضل، وانا هاجي ناحيتكم وانا عشان اقول لكم مين فصل كميه اكبر من اعمل بالايدين؟ بصي بالايدين شغاله، بايد واحده شغاله، اهم حاجه تلفيها بسرعه. اوه ايوه حطي بس اهم حاجه فيها حط قطع الفل دي علشان تحافظ عليها ان هي ما تقعش زي ما احنا عاملين كده. وانت كمان تقدر تعمل ده، انت هتلف بالشاليمو على طول زهقت؟ بص انا ماسكها ازاي؟ ايوه 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 الموضوع عايز لف جامد 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 جامد. انت بتلف كويس اهو.
كده 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 اهو كده اهو براسي كده، مش هتديك نتيجه زي ما انا عامل كده. ايوه كده اهو. عادي مش مشكله، كملي. انا بشوف عندي الرواق. انت خلصت وشايف ان انت عمليه الفصل كده تمام؟ ثانيه واحده ثانيه، كملي زي ما انت يا رواق، كملي زي ما انت. جامد 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 جامد. اي حاجة يعني، كل ما هتزود اكتر كل ما الفصل هيزيد اكتر. انت شايف ان كده تمام يعني؟ بوظت انت عملت. انا فاكر انت عملت ايه. هيا رؤى كملي كملي كملي، لسه معانا وقت. في اخر الوقت خالص هقول انت هنا. ها هيا يا جماعه، ها بص كده في مستوى افقي. الله ينور الله ينور، برافو عليكم انتوا الاثنين. كده اقدر اقول 10 9، هشوف انا هاجي احكم بنفسي، هاجي لكل واحد واحكم بنفسي. 8 7 6 5 4 3 2 1. سلموني يا حبايبي، سلموا زي ما انت كده، ما تعملش اي حاجه، زي ما انت زي ما انت زي ما انتوا، تعالوا زي ما انتوا، تعالوا لي. ايوه شكرا شكرا شكرا، وريني وريني، ارجع مكانك ارجع مكانك. انتوا الاثنين عملتوا شغل هايل. هادي يعني افتح هنا برضو عشان اشوف لو في حاجه متعلقه يا سيكا. اوكي هنخش اشوف بتاعه رؤى. النتيجه واضحه، دي كميه ترصيف في احدى الجانبين. اوكي شايف الدنيا عامله ازاي مع كميه اللف، وطبعا عندها على الجدران شويه حاجات تانية، بس انا هعتبر ان دي كميه الترسيب اللي عندها اللي انت شايفه ده بالظبط. باين كده متشاف كويس. مين كان مفصول اكتر؟ هي كانت واضحه. احنا لو جينا مسكنا ازازتك، انت عارف انت ايه اللي وقعك؟ انت كنت فاصل كميه كويسه. انت عارف ايه اللي وقعك؟ فاكر انهي لقطه بالظبط اللي وقعتك؟ لما انا عملتها كده خدتها ورحت راججها تاني. رحت رابطهم ببعض. انت لو كنت كملت في عمليه الفصل انت استرعت وقلت انا خلصت انا خلصت، لك يا ابني كمل كمل لف. رحت عامل ايه؟ رحت واخدها رججها. انا اصلا كنت قاعد هنا. انت بتعمل كده ليه؟ بس عادي بتحصل، كلنا بنغلط صح كده ولا غلطان؟ مش مشكله. عندك تحديين كمان تقدر تعوض فيهم. رؤى سبتي اول تحدي بسبب غلطه من اللي قدامك، مش عشان انت اشطر منه، هو غلط غلطه بسيطه قد كده ان هو عاد خلى نفسه يعيد التحدي من الاول اصلا. أوكي؟ اوكي فهمت عمليه الفصل بتتم ازاي؟ ازاي بنستغل قوه الطرد المركزيه او قوه الجاذبيه المركزيه في ان احنا نشوف حاجه بتحصل في الطبيعه نطبقها عندنا. عرفت مكونات الدم، عرفت ازاي بنقدر نفصل المكونات. جاهزين لتاني تحدي؟ جاهزين، عشان لو انتوا مركزين في كل كلمه بنقولها وعندكم سرعه بديهه ومنطق هتقدروا تعدوا التحدي الجاي. وخلي بالكم عشان اسئلته صعبه. جاهز؟ جاهزه جاهزه. اوكي وانتوا عارفين هتعملوا ايه دلوقتي. اسئله قصادكم اهي، المفروض تشوفوا الاجابات قبل ما نخش على الفتره اللي جايه او الفقره اللي جايه. ودلوقتي كلنا جاهزين، انا وباسم ورؤى، لتاني تحدي معانا النهارده، تحدي سؤال السرعه. وجهزنا التاني تحدي معانا النهاردة، تحدي سرعة البديهة، وتحدي الناس اللي بتركز في الكلام اللي بنقوله، تحدي سؤال السرعة. 5 أسئلة بسيط جدا، اللي هيجاوب على أكبر عدد من الأسئلة هو اللي هيكسب الفقرة. الموضوع بسيط لذيذ سهل خالص، كل اللي محتاجه منك إنك تفكر في الكلام اللي أنا بقوله كويس جدا وكل معلومة بقولها كويس. اللي بيجاوب السؤال ما باخدش إجابة إلا من الأسرع، والأسرع بحدده على حسب البز اللي قصاده. عندكم اي حاجه حابين تستفسروا عنها قبل ما ابتدي في اسئلتنا؟ عندك اي اسئله؟ لا. عندك اي سؤال؟ لا. دلوقتي باسم ورؤى جاهزين لاول سؤال من اسئله السرعه.
والسؤال بيقول طبعا كلنا بنتنقل بوسيلة مواصلات، في بنركب عربية، ساعات بنركب قطر، في ناس بتركب طيارة، بس أنا اللي يهمني العربية، ويهمني إن إحنا التلاتة دلوقتي أنا سايق بيكو وإنتوا الاتنين جنبي وماشيين بقى على الطريق. فظهر لنا في الطريق قال لنا خد اليوترن اللي جاي. عارف يعني ايه يوترن؟ عارف يعني ايه يوترن؟ احود ارجع تاني في طريقك. هنا بقى السؤال، احنا مستعجلين جدا وعايزين ناخد الموضوع باقصى سرعه، فناخد اليوترن على الضيق ولا ناخده على الواسع؟ الواسع. الواسع. اوكي، لو انت كنت جاوبتي كنت هتقولي على الواسع ولا على الضيق؟ على الواسع. على الواسع برضو عشان نمشي بسرعه، هناخده على الواسع، حاجه منطقيه جدا. طيب على الواسع بياخد مسافة أكبر ولا على الضيق؟ لا أنا؟ قولي. لا الواسع أكبر. الواسع بياخد مسافة أكبر صح كده؟ طب لما كل ما المسافة ما بتزيد كده السرعة بتاعتي المفروض بتزيد ولا بتقل؟ لو أنا هاخدها في نفس الوقت يعني كل ما أخد مسافة أكبر مش كده في وقت أكتر بيتاخد؟ صح؟ طب إيه؟ بتقل؟ أيه يعني أنا دلوقتي سرعتي عايز أنجز، أخد على الواسع ولا على الضيق؟ اخد مسافه كبيره ولا مسافه صغيره؟ مسافه كبيره عشان تقدر تتحكم اكتر. عشان اقدر اتحكم اكتر. انت مقتنع ان هي على الواسع. برافو عليك يا باسم، انت اللي جاوبت الاول. للاسف اجابه خاطئه، ليكوا انتوا الاثنين، بناخده على الضيق. الموضوع داخل فيه قوه طرد مركزيه برضو، وفي داخل فيه حاجات تانية، بس انا جبتها لكم بابسط حاجه بابسط وسيله، ناخده على الضيق مسافه صغيره مش مشكله. اول واحد تعادل. نخش في السؤال اللي بعده. فك الباز بتاعك. ده بقى سؤال يعني ايه عايز شوية منطق. لو انا معايا كوبايه مليانه ميه على اخرها وربطها بحبل، جايب كده مطلع منها خيط كوبايه ورافعه لفوق وماسك الخيط ده من الكوبايه، السؤال بقى هنا في حاله من الاثنين لو عملتهم انا هاجي الف الكوبايه كده تمام، لو انا لفيت الكوبايه ببطء كده ولا لفيتها بسرعه كده الميه مش هتقع. ها ماشي، هعتبرك انت دوست، انت دوست، كملي الدوسه للاخر. انت ما تدوسي دوسي للاخر. بسرعه ولا ببطء؟ لا بسرعه. بسرعه ليه؟ علشان بسرعه ما بتلحقش الجاذبيه تشد الميه للارض فالميه ما بتقعش. كلام منطقي سليم بس ناقصه شويه مصطلحات علميه قد كده. ها بسرعه ولا ببطء انت؟ كنت اقول ببطء. كنت هتقول ببطء ليه؟ عشان الميه مش هتلحق تدلق. عشان الميه مش هتلحق تدلق. هي بتقول بسرعه عشان الجاذبيه مش هتلحق تاخدها، وانت بتقول ببطء علشان الميه مش هتلحق تتدلق. انا حاسس ان انتوا عندكم مشكله في البرسبكتيف، يعني في منظوركم للاشياء، مره يترد من الواسع عشان نمشي اسرع، ومره ببطء علشان الميه ما تلحقش تقع. طب الاجابه بتاعتي خطا. لو ببطء، لو ببطء يبقى عندك قوه لتحت كده ماشيه، الكوبايه فيها ميه هي بطيئه، فالميه ايه اللي لو وقعت كده مقلوبه ايه اللي هيشدها لتحت؟ الجاذبيه. طب انا لو عايز اخلي الميه ما تقعش فانا لازم اعمل قوه عكس الجاذبيه. القوه دي اسمها قوه طرد المركزيه، بتنشا لما بحرك الكوبايه او اي شيء في صوره دائريه وبتزيد كل ما السرعه ما بتزيد، فالقوه دي هتعاكس الجاذبيه ومش هتخلي الميه تقع. برافو عليكي يا رؤى، اول اجابه صحيحه. كده واحد لرؤى، زيرو عندك. لسه عندك ثلاث اسئله ممكن تخطفهم بكل سهوله وانت ركزي في الاسئله اللي بعد كده. هنروح للسؤال الثالث، والسؤال الثالث بيقول برضو سؤال يعتمد على المنطق وبمعرفتكم البسيطه. عارفين الاقمار الصناعيه بتدور ازاي حوالين الارض؟ بيطلعوها عن طريق صاروخ وبتمشي في المدار بتاعها بسبب قوه اسمها قوه الطرد المركزيه او السنترفيوجال فورس. قوه الطرد المركزيه دي هي نفس القوه لو جبت حاجه مثلا ربطتها في خيط وهتتلف تلف 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 تلف، هي بتلف بسرعه كل شويه، لو جيت سبت ايدك هتلاقيها بتفضل مكمله لف. دي قوه طرد مركزيه. فاحنا القمر الصناعي برضو بنطلعه بالفضاء ونلف نلف نلف وهو بيفضل مكمل لف في طريقه. السؤال بقى هنا، لو تاثير القوه ده وقف يا ترى الاقمار الصناعيه هتسافر في الفضاء بنفس السرعه والاتجاه ولا بسرعه واتجاهين مختلفين؟ بسرعه واتجاهين مختلفين. سرعه واتجاهين مختلفين. وانتي؟ سرعه واتجاهين مختلفين. سرعه واتجاهين مختلفين. انتوا الاثنين بتقولوا نفس الاجابه، اشمعنى؟ مش معنى عشان الفضاء بتبقى ببطء كده شويه ومش هنقدر نتواصل مع التواصل الاجتماعي. اوكي. ها رؤى؟ عشان هي فقدت القوه المركزيه بتاعتها. اوكي، فهتتحرك في اتجاه تاني وبسرعه تانيه. ده كلام منطقي بس لو احنا على كوكب الارض.
بس الفضاء مفيش فيه مقاومة، مفيش حاجة تقدر تعكسنا. انت لو جيت رميتي اي حاجة في الفضاء هتفضل مكملة في طريقها. اوكي، يعني الجاذبية بتبقى هنا غير الفضاء. اه الجاذبية بتبقى مختلفة تماما، وفي الفضاء ومش على كوكب متبقاش فيه جاذبية. لو انا سرت نيوتن هتبقى فوق حاجة تانية، هتبقى فوق حاجة تانية. فبالتالي كل اللي احنا بنعمله ان احنا يدوبك بنطلع المركبة للفضاء وبنحطها في المدار بتاعها وهي بتفضل مكملة لف طول عمرها. فهي اصلا قوة تأثير قوة الطرد المركزية احنا مش محتاجينه، فاحنا لو لغيناه هتفضل برضو مكملة بنفس السرعة بنفس الاتجاه. انا قلت لغبطكو انتوا الاثنين للأسف اجابة خاطئة. خش بقى في موضوع العلاقة بالبيولوجي. شاطرين في الاحياء والبيولوجي؟ شوية. شاطر؟ لا لسه ما خدتهاش. لسه ما خدتهاش، بس عايزك تتوقع كده من الالفاظ اللي بتتقال حواليك. في حاجات بتربط العضلات ببعضها، عارفين اسمها ايه؟ حاجات بتربط الاعضاء ببعضها. العضلات ببعضها. الانسجه. او في حاجات فك الباص الاول، وفي حاجات بتربط العظم ببعضه، وفي حاجات بتربط العظم بالعضلات. هقول لكم ثلاث مصطلحات واعيد لكم السؤال تاني. في حاجه اسمها الاوتار، في حاجه اسمها اربطه، وفي حاجه اسمها اورده. سمعتوا الاسامي دي قبل كده؟ يقول لك قطع في الرباط، قطع في الوتر، قطع مش عارف ايه. فانا عايزكم تتوقعوا الاوتار ولا الاورده ولا الاربطه هي اللي بتربط العضلات بالعظم. اوراد. ايه؟ اوتار. اوراد، اربطه. اربطه ولا اورده ولا اوتار؟ اربطه. اربطه. اربطه اللي بتربط العضلات بالعظم. انا عارف ان انت ما كنتش عارف الاجابه بس بتحاول، ودي حاجه تحترم فيك. ها؟ اربطه. اربطه برضو زيه. نعم. يعني برضو يعني انا لو مكان دايما الشخص التاني اللي مش بيجاوب اسرع بحاول ان انا اقول اجابه مختلفه، ان هو لو قال اجابه صح هتبقى هو الاول فهو اللي هياخدها، لو قال اجابه غلط يبقى انا الحق فرصه. ايوه. هي الاربطه اللي بتربط العظم بالعظم. تمام. الاورده دي حاجه تانية خالص، دي بيتنقل فيها دم. فالاوتار هي اللي بتربط العضلات بالعظم. انتوا الاثنين اجابه خاطئه. لسه متقدمه عليك بنقطه، صح كده؟ اوكي، اخر سؤال لو جاوبته هتتعادل معاها، لو هي جاوبته هتحسم التحدي ليه. والسؤال بيقول، حد فيكم يعرف مصطلح تيبس في المفاصل؟ تيبس في المفاصل؟ اه، في كده مرض اسمه تيبس في المفاصل. لا. حد فيكم عارفه؟ تبقى المفاصل تبقى فيها مشكله عارفين المفاصل دي ايه؟ لا الحته دي، دي اسمها مفاصل. الركبه. دي اسمها مفاصل، برافو عليكي. دي اسمها مفاصل، دي اسمها مفاصل، كل دي مفاصل. فلو حد جاله مرض تيبس في المفاصل في ايده، يحط ايده في ميه ساقعه ولا سخنه؟ ها؟ ساقعه. تيبس ساقعه برضو نفس ال سخنه. سخنه، انت بتجاوب العكس، خلاص احنا عرفنا اللعبه فيها ايه. اشمعنى ساقعه؟ يعني تتوقعي ليه ساقعه؟ عشان يفك. عشان يفك. الواحد بيحط ايده في ميه ساقعه عشان يفك. أيوة. متاكده مش ميه سخنه يعني؟ لا ميه سخنه. صح صح صح. يبقى ميه سخنه او ميه دافيه هي اجابه صحيحه. بس لحق في اخر لحظه كده. انتوا الاثنين ما شاء الله، انا عارف الاسئله كانت صعبه عليكم بس احنا عارفين عشان انتوا شطار جدا، فاحنا علينا مستوى الاسئله بس عليناه قوي زياده عن اللزوم، معلش انا اسف. انت جاوبت سؤال، برافو عليكي يا رؤى. انت جاوبت سؤال، برافو عليكي. انتوا الاثنين اتعادلتوا. لسه عندنا تحدي كمان، جاهزين له؟ جاهزين. عشان التحدي الجاي بقى ايه، في شويه حركه وشويه شقاوه كده وشويه تركيز، لانه محدي مهم جدا جدا. عندكم اي سؤال حابين تسالوا عنه؟ لا. فاهمين اللي اتقال هنا كويس؟ اوكي كده. باسم ورؤى جاهزين لاخر تحدي معانا النهارده، تحدي اكشن علوم. الموضوع فيه شوية أكشن لطاف قوي. تحدي المرة دي عن الأوتار اللي موجودة في جسمنا. كل الأمور كده، أهم حاجة الأسئلة اللي انتوا غلطتوا فيها. كل واحد فيكوا عنده شوية تعليمات، انت هتحتاج خيط، هتحتاج شاليموه، هتحتاج ورق، هتحتاج المقص. وجهزنا لاخر تحدي عندنا النهارده، تحدي اكشن علوم. الموضوع فيه شويه اكشن لطاف قوي.
بس انا عايز افتكر سؤال كنت سالته لكم المره اللي فاتت. ايه اسم الحاجه اللي بتربط ما بين العضلات والعظم؟ الاوتار. برافو عليك يا رؤى، مركزه. اهو بقى التحدي المره دي عن الاوتار اللي موجوده في جسمنا. واشهر اوتار موجوده الاوتار اللي هي عندنا موجوده في الساعد اللي بتربط ما بين صوابع الايدين وعندنا وعضلات جسمنا. عموما اللي انا عايز اخش فيه ان نفس الديزاين ده ونفس التصميم ده هو اللي موجود في ايدك بالظبط، برضو صوابعك اللي هي عباره عن عضلات موجوده عندك متصله باوتار متصله عندك بالعضل بتاخد الاشارات الكهربائيه بتاعتها من المخ. يعني انا لو عايز اقبض ايدي وامسك في حاجه فدماغي بيدي اشاره ان هو يقبض، فهتبتدي ايدك اللي تتحرك ولا الاوتار؟ ايدك ولا الاوتار؟ الاوتار. لان انت لو جيت بصيت ايدك هتتحرك ازاي؟ لازم ايد تانية هي اللي تقفلها او ان الاوتار بتاعتها تتحرك بالمنظر اللي انت شايفه ده، فكلها تنقبض على الحاجه وتمسكها زي كده بالظبط. لكن لو جيت سبت هيحصل عمليه الانبساط. طب انا لو عايز احرك صابع لوحده كده مثلا هقوم جاي سايب اول وتر ما بدلوش اي اشاره خالص وبمسك الاوتار الثانيه وبلفها ما عدا الاولين وهكذا. فانا عندي كل وتر هتلاقيه متصل بالصابع اللي عندي. اقول لكم على حاجه جميله، انتوا عارفين الايادي الصناعيه والرجول الصناعيه والحاجات دي كلها قايمه على نفس المبدا بالظبط ونفس التكنولوجيا اللي موجوده في جسمنا. سبحان الله، حاجات هي اوريدي موجوده في جسمنا ومعقده جدا واحنا بنستخدم تكنولوجيا ومش عارف ايه عشان برضو نعمل نفس الكونسبت. برضو اصابع صناعيه مرتبطه بخيوط برضو شبه الاوتار وبتبتدي ان انت تحرك عن طريق اشارات. طيب انا عمال بقول كل ده ليه؟ عشان سيادتك اكون متاكد ان انت فهمت معنى الاوتار وازاي ان هي بتشتغل، حضرتك هتعمل لي موديل زي ده وحضرتك هتعملي موديل زي ده، بس مش اللي هيعمل الاول يكسب او اللي هيعمل الاحسن يكسب. اللي دخل انتوا الاثنين هتخلصوه هتستخدموه في نقل اكبر عدد من الكور للباسكت اللي عندي ده. يعني مثلا انا عندي الجسم ده انا عايز انقله، هقوم جاي حاطط عليه الجوانت بتاعي او الايد بتاعتي اللي انا مسكتها وهم جاي دايس عليها قدر الامكان جامد احس انها تقع مني. ايه الموضوع؟ انا عارف ان هو مش سهل خالص، واشيل اشيل 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 إيه وقعت مني. اوكي افضل عيد كذا مره، الموضوع مش سهل خالص ومحتاج منك انك تعيدي كذا مره عشان تشيل الكوره من المكان اللي عندك لحد ما تيجي فين؟ لحد الباسكت. جاهزين؟ جاه. عندك اي سؤال؟ لا. عندك اي سؤال؟ لا. صعبه؟ لا. ما تدوش لا صعبه الصراحه. اوكي جاهزين تعملوا موديل الايد مع كلمة جو؟ باسم ورؤى جاهزين؟ 3 2 1 جو. كل واحد فيكو عنده شوية تعليمات، انت هتحتاج خيط، هتحتاج شليموه، هتحتاج ورق، هتحتاج المقص. اهم حاجة عندك ايدك هتعتبرها وصوابعك والعضلات اللي عندك هتعتبره شليموه، هتعتبر الاوتار هي الخيط، وهتعتبر الجلد بتاعك هو الورق. يا رؤى. نعم. خلصتي؟ اه خلاص. جربي بقى كده، حاولي تمسكي كوره. امسكها بايدي احطها؟ لا يعني حطي المجسم اللي انت عاملاه الاول على الترابيزه. ايوه. حطي الكوره فوقيه، حاولي تمسكيه بقى كده وريني. اهي. تمام. انقلي تعالي. الله ينور. قدامك قد ايه؟ خلاص خلصتها. خلصها يلا بسرعه، وعايزك تنقل انت كمان يا رؤى. خلاص انتوا مكملين، اللي هينقل اكبر عدد من الكور هو اللي هيكسب. تمام. ايوه جامد. هصعبها عليكي بقى من اول دلوقتي، هتمسك الكور من جوه الطبق. من جوه الطبق. يلا حاولي تمسكي اي، ماليش دعوه، حاولي تمسكي اي كوره، انا لازم اعطلك. هو شغال، انت نقلت كتير قوي بسبب خطوه انت سبقت فيها، او حاولي تحطيه على الترابيزه زي ما هو بيعمل كده. وانت حاول تحط الدراع الاول بالعكس وحط الكره عليه، حط الكره عليه وحاول تمسكها عشان اصعب عليك فخ الكورتين. ها صعبه صعبه. انا عارف. ايوه امسكي، اقلبيها بقى مره واحده، صعبه. كمل. هتجيبها. ارجع بقى، ارجعي لمكانك تاني، ارجعي زي ما كنت شغاله تاني. لازم اعطل في ده شويه وده شويه. اخر كورتين هتحاول تجيبهم من جوه زي ما انا عملت فيها. يلا هو فاضل له ثلاثة، انت فاضل لك واحدة هيقدر يجيبك. وقعت. هتعيدي من تاني. يلا بسرعة.
خشي يلا. مين مين هيسبق؟ مين مين على كوره؟ على كوره. هاتها، عايزك تجيبها، عايزك تجيبها. شغاله والله العظيم، شغاله بيرفكت. الله ينور يا بسر، جامد عادي، حصل خير. خلاص خلاص خلاص، سيبها معايا سيبها معايا سيبها معايا سيبها معايا، جامد. الله ينور. اقف في مكانك، اقف مكانك. اول تحدي خالص بتاع تحدي النادي بتاع الترصيب، انت كنت هتكسب. عارف الموضوع ده؟ مش عارف وقفت ليه، خسرت ليه، شغلت صغننا في النص. هو اللي كسبك اول تحدي. تاني تحدي كانت اسئلته صعبه، خلصتوه تعادل. بس اهم حاجه عرفتوا فيه معلومات. تاخدوا العربيه من على الواسع ولا من على الضيق؟ من على الضيق. ايوه كده ايوه كده ايوه كده، حسوني ان احنا في حاجه. ها بقى مركبه الفضاء هتغير اتجاهها وسرعتها؟ لا صح، عشان مفيش مقاومه قصادنا. كل الامور كده. اهم حاجه الاسئله اللي انتوا غلطتوا فيها. الاخيره كانت صعبه كموديل، بس عايزه وقت اكبر، خدت مننا وقت كبير، وعايزه مساعده، ممكن حد يساعدك فيها. بس الفكره فهمتوا الاوتار بتربط ما بين ايه وايه؟ مش العكس بقى، مش هقول لكم ايه اللي بيربط ما بين الايه وايه. الاوتار بتربط ما بين ايه وايه؟ العظم والعضله. صح كده، هو ده اللي انا عايزه، ان انت تكون اتعلمت معلومه علميه جديده وتكون مبسوط وانت بتعملها. بس مين كسب معانا الحلقه؟ انا. انت، انا بسالك مين كسب معانا الحلقه؟ شايف ايه؟ في تحدي تعادل، هي كسبت اول تحدي واخر تحدي، شبه تعادل، هي سابقتك بكوره برضو عشان هي كانت سابقاك بخطوه فانجزتك. لو انت كنت بدات معاها في نفس اللحظه كنت هتكسبها. لو بس بقى ده اللي حصل. مين كسب اخر تحدي؟ رؤى. يبقى مين اللي كسب معانا رؤى التحدي ده؟ انا. هل ده نهايه المشوار؟ لا، لسه عندك تصفيات وماتشات جامده جدا مع ناس اقوياء جدا جدا وتجارب اصعب بكتير. لازم تستعد لها كويس ولازم تجهز لها كويس. انا فخور بيك ومبسوط ان انت كنت معايا النهارده. شكرا. بس الاهم تكون انت اتبسطت واتعلمت معلومه علميه جديده. ده حصل. حصل. واتمنى ان انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا معانا، اتعلمتوا معلومه علميه جديده، عرفتوا تجارب وتحديات تقدروا تعملوها مع اهلكم واصحابكم في البيت. ودلوقتي ما وراكمش اي حاجه غير ان انتوا تستنونا في حلقه جديده من تحدي مختبر.